ظهرت الرؤية والتشكيل زي ما توقعناه. كابتن محمد زيدان، محمود أبو السعود، أمير عابد، ومحمد سمير، وفاروق نور الدين، وحسن الشامي، محمد مجلي، وإبراهيم صلاح، كريم مصطفى، لويس إدوارد، شكري نجيب، وسيف الجزيري. دكة البدلاء: حسن شاهين، يوسف الجهري، طاهر محمد طاهر، محمد سالم، محمود السيد، أحمد الشيمي، محمد عصام، معروف يوسف، وعبد الرحمن فاروق. تشكيلة المقاولين بتقول إيه كابتن زيدان؟ بتقول ان هي دي التشكيله المتوقعه زي ما قلنا المباراه اللي فاتت. المقاولين فاز على نادي مصر نتيجه قويه جدا 6-0 سداسيه. يمكن ما فيش تغييرات كتيره في التشكيل غير حسن الشامي. هو طبعا كابتن عماد دايما التشكيله اللي بيلعب بيها 4-2-3-1. خط الدفاع كله لعيبه لعبت مع بعض الموسم كله، يعني بالاغلبيه في معظم المباريات. خطوطهم يعني الفريق كومباكت ورا، محافظ على خطه الدفاعي، على تمسكهم بالخطوط قريبه من بعض، ما بيفتحوش مساحات كتيره، ما بيدوش مساحات كتيره. وفي نفس الوقت ابراهيم صلاح ومحمد مجلي في نص ملعب لعيبه عندها برده رؤيه كويسه في الملعب، بيعرفوا ازاي يحافظوا على ريتم المباراه، بيحافظوا ازاي يعرفوا ازاي يحركوا الجناب كريم شكري وكريم كريم مصطفى وشكري نجيب. بنشوف سيف الجزيري قعد فتره، يعني قعد فتره كده كم مباراه ما كانش موفق في التهديف. في المباراه اللي فاتت احرز هدفين. قدر يستغل ان عودته للتهديف في ماتش يبقى فيه سداسيه. انت لعيب، انت هداف الفريق، تجيب بتاخد الثقه، بترجعك تاني قبل مباراه مهمه زي مباراه النهارده. لويس ادوارد طبعا برده لعيب قوي جدا، لعيبه من اللعيبه المهمه جدا لنادي المقاولين. بنعرف بنشوفه دايما على الجناح اليمين او الجناح الشمال. يعني لعيب بشكل خطوره، متعب وسريع جدا وقوي وبشكل خطوره. وانا شايف ان كابتن عماد ذكي جدا في حته ان هو ما بيخليكش انت تبقى انت عارف ان هو على طول بيلعب في الجناح اليمين او على طول في الجناح الشمال، مش زي مثلا ما بنشوف ميسي او كريستيانو هو معروف مكانه في الحته دي، فانت عارف ان كريستيانو بيلعب في الجنب ده. بيخليه يعني بيحير المدير الفني اللي بيلعب قدامه. هو النهارده عنده حته اضافيه شويه انا متوقعها، ان هو النهارده هو هيبقى قاري الماتش اكتر، عارف لعيبه الاهلي كويس جدا، عارف لعيبته كويس جدا. فهيعرف ازاي يلاعب شويه مين؟ موسيماني. وموسيماني برده مش هيبقى برده عارف لعيبه المقاولين بالقدر طبعًا. اللي هيبقى برده العكس مع الكابتن عماد. شايف التشكيله كويسه جدا. هيبقى مباراه متوقع انا ان هيبقى فيها اهداف واهداف جميله، لان الفرقتين بيلعبوا كرة حلوه جدا. وهنشوف النهارده الكابتن عماد هيفاجئنا ولا الكابتن ولا طبعا موسيماني هيعرف ازاي يقرا المباراه من اول مباراه ليه.